السلام عليكم. السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول ندوز واحد التمرين تطبيقي، تمرين تطبيقي ديال الشكل المثلثي. تمرين 37 سم، تمرين 37 سنتيم. مزيان، أش كيقول؟ قال لك نضع زيد تساوي جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 3 ناقص جدر مربع 2 زائد جدر مربع 3. السؤال الأول قال لك حدد الشكل المثلثي للعدد زد أو كار. شنو المعطيات؟ أعطينا زد تساوي جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 3 ناقص إي جدر مربع 2 زائد جدر مربع 3. السؤال الأول قال لك احسب حدد الشكل المثلثي لعدد زد أو كار. حدد الشكل المثلثي لعدد زد أو كار. أروح تشك تحسب، خاص دير أولا حساب زد أو كار. حسبوا معايا زد أو كار شحال كتساوي. زد أو كار فهمتوا، قسموا بهذيك السبورة. زد أو كار ها زد أو كار تساوي جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 3 أو كار ناقص 2 جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 3 في اي جدر مربع 2 زائد جدر مربع 3. ها 2 ا بي موجة طابقة هامة زائد اي جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 3 الكل اوكار. اوكار غير حيد لك جدر كبير، غتبقى جوج ناقص جدر مربع 3 ناقص اي غتطبقها هي الاول، غتولي جوج اي جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 3 في جدر مربع 2 زائد جدر مربع 3. ها هي سيدي تولي، ركزوا معايا. اي او كاري هي ناقص واحد، يعني ناقص او كاري حيد لك جدر، يعني ناقص في القوس جوج ناقص جدر مربع 3. ها تشوف سنتو 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 مزيان سنتو. دابا اي او كاري هي ناقص واحد، جوج حيد لك الجدر، غتبقى جوج ناقص جدر مربع 3. جوج ناقص جدر مربع 3 وحليت الأقواس لحقاش عندي الناقص. أش كتساوي؟ جوج ناقص جدر مربع 3 ناقص جوج إي، عندك جدر مربع أ جدر مربع بي، جدر مربع كبير شحال أ بي. جوج ناقص جدر مربع 3 جوج زائد جدر مربع 3 ناقص جوج زائد جدر مربع 3 شحال جوج ناقص جوج هي صفر. تصالتو لي مزيان تصالتو، سمحوا لي ان راه كاينه زائد، هنا راه كاينه زائد، هاي هنا نسيت زائد، هنا نسيت زائد سمحوا لي. ناقص 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 زائد ناقص خصك تسهل نفسك ناقص جوج مع جوج ناقص جوج ها جوج ها جوج جوج ناقص جوج غتشطب مغتبقاش هذا غتشطب معايا. عندك هنا ناقص جدر 3 هنا ناقص جدر 3 هي ناقص جوج جدر مربع 3 ناقص جوج اي جدر مربع هادي شحال متطابقة هام أ ناقص بي يعني جوج ناقص جدر 3 عامل جوج زائد جدر مربع 3 هي أ ناقص بي يعني أ زائد بي هي جوج أو كاري ناقص جدر مربع 3 أو كاري. أش تساوي؟ هي ناقص 2 جدر مربع 3 ناقص 2 اي جدر مربع 2 أو كاري 4 ناقص 3 ناقص 2 جدر مربع 3 ناقص 2 هاي يا مالي 4 ناقص 3 هي 1. دابا يا ملي كتبتو على الشكل الجبري غنحدد المعيار تاع زد اوكار. لحقاش قالك اكتب زد اوكار على الشكل المثلثي؟ غنديرو لدينا المعيار تاع زد اوكار يساوي جدر مربع ناقص جوج جدر مربع 3 الكل أو كاري زائد ناقص جوج أو كاري. هذا تحسبوها في كاركي، هذا تعطيكم على حسب ما كنظن. هاي كاركي نحسبوها، حسبو في كاركي جدر مربع ناقص بحال القوس ناقص 2 جدر مربع 3 أو كاري سمحوا لي زائد ناقص 2 أو كاري هي 4. عطاك 4 جلبة
كامل بربعة. الحاسوب اللي كنعملو بالمعيار، كنعملو بالمعيار، يعني زد أو كاري كتساوي أربعة هان ناقص اثنان جدول مربع ثلاثة على أربعة ناقص اثنان إي على أربعة غتولي تساوي أربعة هان. دابا جوج جدول ثلاثة على أربعة هي ناقص جدول ثلاثة على جوج ناقص هادي إي على جوج، يعني واحد على جوج إي. تعقل معايا ولا لا؟ واش فاهمين ولا لا فاتك؟ تعقل دابا غدير كتساوي أربعة هان ناقص كوس، غتجي دير سيدي كاكيل غدير شيفت كوس موان زاد تجي دير ثلاثة على جوج عطاك يد بي إس ناقص إي سينيس بي إس. دابا كيف كتشوف؟ هذا ماشي الشكل المثلثي، فرغ دير الدائرة المثلثي غدير هنا تعطى هنا موان تعطى زاوية هنا بي موان تعطى هنا بي بلوس تعطى هنا بي. عندك كوس كي داير سالب فين هو كوس سالب؟ الكوس سالب سين سالب السين سالب الزاوية اللي كيتلاقاو فيها هي بي زائد تيتا هي بي زائد تيتا هي بي زائد تيتا. أنا غنمسح السبورة غنمسح هادي باش نكمل لك الزاوية اللي كيتلاقاو فيها هي بي زائد تيتا يعني كتساوي 4 عامل كوس بي زائد بي على 6 زائد اي سينيس بي زائد بي على 6 هاي كيساوي 4 عامل مقام واحد من 6 هي كوس دا بي على 6 زائد اي سينيس 7 بي على 6 اش يساوي هو 4 سبعة بي على ستة هاي هذه هي زد أو كاري. السؤال الثاني قالك السنتي سينيس المعيار تاع السنتي قالك السنتي صنف السنتي المعيار تاع زد أو ستون و لارغيمون تاع زد أو ستون صنفو لي نسال دابا السبورة باش نكمل لكم هنا. دابا ستين دابا باش نسنتو المعيار تاع ستين المعيار تاع زيت اوكار شحال هو ربعة هو ربعة متفقين زيت اوكار كاين علاقة بين هاد جوج وستين ولا لحقاش هنا كاين المعيار وكاين العمدة خاصنا نسنتو من الوغ خاصنا نقلبو على العلاقة بين اس اثنان اس ستون جوج ثلاثين شحال ستين الوغ غنديرو لدينا زيت أس اثنان الكل أس ثلاثون تساوي أربعة سبعة بي على ستة أس ثلاثون هاي أش تساوي هي أربعة أس ثلاثين تافقي ثلاثين في سبعة بي على ستة هاي هذه زاد أس ستون يعني زائد أس ستون أش كتساوي هاد هي جوج أس اثنان الكل أس ثلاثين متفقين هادي إلا غتقسم ثلاثين في سبعة مقسوم على ستة غتعطيكم خمسة وثلاثين بي إلا نحسبوها في كالكول علاش نحسبوها عطينا خمسة وثلاثين بي هادي راه على ستة متفقين دابا شوف ثلاثين شحال هي ستين هي زاد أو ستون كتساوي جوج أو ستون خمسة أو ثلاثين بي إذا مخليهاتش أش كتسنتج كنسنتجو بلي المعيار تاع زاد أو ستون يساوي اثنان أو ستون هو لارغيمون تاع زاد أو ستون يوافق خمسة أو ثلاثون بي أو مونديرون دو دو بي يعني في شارلي دو تافقين دابا فين تافقين دابا غنوريكم واحد التمرين رقم 11 غنوريكم واحد التمرين دابا غنوريكم واحد التمرين اخر صنتو لي دابا سمحوا لي بصح السبوره باش نوريكم التمرين الاخر التمرين هذا اش قال لك
نعتبر أن عدد العقد زد يساوي جذر 3 ناقص إي على 1 ناقص إي. السؤال بيك أكتب زد على الشكل الجبري ثم على الشكل المثلث. فهمت؟ بالزد غادي تكتبو على الشكل الجبري ثم على الشكل المثلث. نذكرو بالزد شنو عاطينا بالزد؟ الزد عاطينا كيساوي جذر 3 ناقص إي على 1 ناقص إي. بقدر تكتبو على الشكل الجبري هذا غضربو في المرافق اللي هو 1 ناقص إي عامل لي 1 زائد إي. جذر 3 ناقص إي عامل لي 1 زائد إي. هذه تاني متطابقة هامة هي 1 أوكاري ناقص إي أوكاري. جذر 3 في 1 جذر 3 جذر 3 إي جذر 3 إي 1 إي ناقص إي ناقص إي أوكاري. واحد أوكاري ناقص إي أوكاري. واحد أوكاري هي واحد ناقص إي أوكاري ناقص ناقص واحد. جذر 3 كتبقى جذر 3 زائد جذر 3 إي ناقص إي. هذا حدا مول إي أوكاري شحال؟ إي أوكاري شحال؟ هي ناقص واحد يعني مع الناقص هي زائد واحد. اش تصير؟ واحد زائد واحد هي جوج لحقاش ناقص مع ناقص هي زائد واحد زائد واحد هي جوج. هادي هي جذر 3 زائد واحد قربنا هاد واحد قربناه زائد جذر 3 اي ناقص اي. هنا غنعملو سيدي نعملو اي اش غتولي تعطيه؟ هنا نعمل اي فهمتوني؟ هنا نعمل اش غتعطيه؟ ها نمكنكم هنا نعملو اش غتعطيه؟ غتعطينا جذر 3 ناقص جوج زائد اي عامل جذر 3 ناقص اش تبقى بلاصة اي؟ غتبقى بلاصة واحد علاش؟ على جوج. هاي اش تساوي؟ تساوي جذر مربع 3 ناقص 2 على 2 زائد اي عامل جذر مربع 3 ناقص واحد على 2. دابا درت والو فقط فرقت درت جوج الحقيقي هاو وجوج التخيلي هاو فقط فرقتهم. فهمتوني فهمتو كيف فرقتهم؟ عندنا جزء حقيقي بوحدو وجزء تخيلي بوحدو. شاطر دابا شاطر نحدد الفيلم. السؤال دابا بغينا نكتبو على الشكل المثلث. قالك على الشكل المثلث بغيت تكتبو على الشكل المثلث واش غنطلقو هنا؟ إلا انطلقتي هنا صعيب باش تحسب المعيار ولا هنا صعيب 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 صعيب. ولكن إلا انطلقتي هنا وحسبتي هذا جبتي هذا الشكل المثلث تاعو وهذا تا هو الشكل المثلث الشعر وسجلت شي شكل المثلث تاع الزيت سهل ولا لا؟ هما سهل هادي ولا هادي كلشي غيقول ليا من هنا غيقول ليا سيدي غنكتب هادي على الشكل المثلث هي الاولى تابع واحد غنكتب على الشكل المثلث عاش غنسجل الشكل المثلث تاع الزيت اللي هو كامل تعرف دابا انا مسح الصبور هادي سمحوا لي راه زائد واحد هادي صافي المهم زائد واحد. دابا غنحاول نكتبو الزيت على الشكل المثلث كامل غنقولو نكتب أولا جذر 3 ناقص إي و 1 ناقص إي على الشكل المثلث شنو غنديرو باش نكتبو على الشكل المثلث؟ غنديرو لدينا خاصنا نحسبو المعيار تاع هذا باش نكتبو الشكل المثلث خاصنا أول حاجة نحسبو المعيار. المعيار تاع جذر 3 ناقص اي يساوي جذر مربع جذر 3 اوكاري ناقص زائد ناقص 1 اوكاري. لحقاش ديما خص المعيار يكون موجود هنا جزء التخيلي هو ناقص 1 يعني ناقص 1 اوكاري. اش يساوي جذر مربع 3 زائد 1 يساوي جذر مربع 4 يساوي 2 او 2 نخرج دابا جوج. شغدير؟ غنحاول نعملو بجوج غنحاول نعملو هادي بجوج لأن تولي جذر 3 ناقص إي كتساوي بجوج عامل جذر 3 على جوج ناقص إي على جوج يعني كتساوي هاك جوج عامل جذر 3 على جوج ناقص إي ناقص سمحو ليا واحد على جوج إي. هادي سكرتها شوية بقات واحد على جوج. دابا أش غديرو باش تعرفو الزاوية؟ غديرو في الكالكول شيفت كوس موان زد هاي الأرقام كون غنديرو شيفت
قوس موزه تا جي اي شيفت قوس موزه شيفت هي اللي فوق اللي فوق اللي فوق حتى الفا قوس موزه تا جي 3 اللي فوق باش تكون 30 30 انا في 30 انا ما عارفش باش 30 درجه الو باش ترد بيغ تولي دير شيفت مود شيفت مود ودير 4 اللي هي الراديال وغدير وغدير كوس موان سان تاع جد 3 على جوج عطيني بيلس سلسة ما كنضل انا بيلس انا حافظهم ولكن انا كنوريكم نتوما الطريقة باش تردو بيكم شحال كتساوي هي جوج عام هادي هي كوس بي على 6 ناقص اي سينيس بي على 6 اش غادي دابا غادي دابا هذا الشكل المثلثي لا بالشكل المثلثي مابقاش السينيس عندك سين غادير تلجا للتأثير المثلثي غادير هنا كوس يا سيدي هنا لا ماشي كوس هنا غادير هنا تيتا هنا موان تيتا هنا بي موان تيتا هنا بي بلوس تيتا اش غتقول غتقول عندي الكوس سيدي موجب سينيس سالب فين هو فوس موجب ها الكوس موجب سين سالب بس سين سالب الزاوية اللي تلاقاو فيها موان تيتا إذا اش غتولي هي جوج عامل كوس موان بي سيوستا زائد إي سينيس موان بي سيوستا مساحة الدائرة المثلثية باش تحاول نكردها غتولي تساوي جوج موان بي سيوستا هذا هو الزائد هذا هو العفو هي جد 3 ناقص تعب دابا ملي ساليتها او شفت المثلث غندوز واحد ناقص اي دابا غندير نكتب واحد ناقص اي على الشكل المثلث غنحاول نكتبها هاي غنحسب المعيار تاع واحد ناقص اي يساوي جد مربع واحد او كار زائد ناقص واحد او كار يساوي جدا مربع اثنان هاي غنعمل دابا غنعملو جدا مربع اثنان يعني واحد ناقص ايش كتساوي جدا مربع اثنان عام واحد على جدا مربع اثنان هذه اللي كتعمل لك تشوفها في المقام ناقص اي على جدا مربع اثنان ايش كتساوي جدا مربع اثنان عام واحد على جدا مربع اثنان ناقص واحد على جدا مربع اثنان هاد إيه سوقرنا شوية هنا تشابه دابا أنا نصح الصفور باش نكمل ليكم هنا ركزوا معايا دابا فين دابا غتشدو الكا دابا تجي دير جوج عمرها ما كتكون في مقام إذا غتطلع على الفوق غتطلع على الفوق والضرب لتحت هادي غتضرب في جدر لتحت وجدر فوق جدر جوج جدر جوج جدر جوج في جدر جوج هي جدر جوج أو كاري هي جوج ولا حسبوها في كالكي واحد على جدر جوج ما كيعرفش يحسب احسبوها في كالكي باش تلقى كي جدر جوج على جوج ناقص جدر جوج على جوج غادي في كالكي شيفت كوس موان زاد جدر جوج على جوج شنو جدر جوج عامل كوس بي على ربعة ناقص اي سينيس بي على ربعة سبقت هاد ناقص سبقت هاد اي سبقت هاد بحال بحال هنا كتلاحظ السينس عندك سالي وكوس موجب نفس الطريقة نفس الطريقة اللي درنا هو دير الدائرة المثلثية دير هنا الزاوية تيتا اللي هي بي على 4 هنا ناقص تيتا هنا بي هنا بي ناقص تيتا هنا بي زائد تيتا اش تقول عندي سينس سالي طابع حوار ديال السي بوال اسيل كوس موجب ها الزاوية اللي غيتلاقاو فيها هي موان تيتا موان تيتا اذا اش تقول لي غتولي جدا جوج عامل كوس موان بي سور كاتر زائد اي سينيس موان بي سور كاتر اش غتعطيني هي جدا جوج هاي جدا جوج موان بي سور كاتر هادي واحد ناقص بي والزيد دابا الزيد الاصلية هي هادي يعني الزيد اش غتولي تساوي دابا الشكل المثلث تاعنا فين هو ها هو جوج ناقص بي على 6 الشكل المثلث تاعنا فين هو ها هو
زيد جوج ناقص بي على 4 تشارك. دابا غنمسح الصبور باش تكمل لكم هنا. ركزوا معايا دابا كيف قلنا قبيله القاعده كيف قلت لكم في الفيديو السابق، الفيديو السابق قاعده عندك ار تيتا على ار بريم. تيتا بريم اش كتساوي؟ هي ار على ار بريم وتيتا ناقص تيتا بريم، قسمه كتولي ناقص في العمده. تشارطين تشارطين حقاش ارغيمون دو زيد على ارغيمون دو زيد بريم، هي ارغيمون دو زيد ناقص ارغيمون دو زيد بريم كتولي ناقص. ملي يكون عندكم القسم، ملي تكون عندكم القسم في العمده حتى هو ناقص، خاصكم تكونوا حافظين القاعده حافظينها. تشارطين غادي نشوفوا واش غتولي دابا، هي هاي زيد تساوي جوج على جدر جوج ناقص بي على 6 ناقص ناقص بي على 4. هاي هنا غنضرب هنا في جدر جوج وطلعو فوق، غتولي جوج جدر جوج على جوج ناقص بي على 6 زائد بي على 4 ناقص ناقص زائد هاي تشاطي. دابا اش كتساوي دابا هادي؟ كوال شاكل جوج غتختزل مع جوج غتبقى جدر جوج ناقص بي على 6 زائد بي على 4 مقام واحد هو 0 4 ونحسبوها في كالكلي، حسبوها في كالكلي دار ناقص بي على 6 زائد بي على 4 عطاتني هي بي على 12، بي على 12 هاي بي على 12. باش غتعرف الصحيحة غدوز السؤال الموالي، السؤال الموالي قالك استنتج قيم كوس بي على 12 و سينيس بي على 12. ركزوا معايا دابا في استنتاج كتحاول تجمع الشكل المثلثي والشكل الجبري، كتحاول كي قلت لك تجمع الشكل المثلثي والشكل الجبري، فالشكل المثلثي فالشكل الجبري هذا هو السين. شافتي غنكتبو عندنا سين زد كيساوي جدا مربع 2 عن كوس بي سور 12 زائد اي سينيس بي سور 12، خاص تجمع بين الشكل المثلثي اللي هو هذا والشكل الجبري اللي هو هذا، هذا هي زيد. دابا هنا هذا ما كيتكتبش بحال هكا ا زائد اي بي، باش تكتبو خاصك تنشر باش يدير جوج، اش غيولي يصير؟ يدير جوج كوس بي على 12 هاي شوفوا زائد اي جدر جوج سينيس بي على 12. تبعو معايا دابا كيتكتب على شكل ا زائد اي بي، كيتكتب على شكل ا زائد اي بي، هاي ا زائد اي بي. اش كتسنجو من خلال المقارنة، من خلال مقارنة الشكل المثلثي مع الشكل الجبري، غتقولو هادي قاعدة نقول ان الزيد عندك نفس الزيد، هاي زيد زيد، نقول أن الزيد يساوي زيد إذا كان العدد العقديين نفس الجزء الصحيح ونفس الجزء التخيلي. دابا عندك زيد كتساوي زيد، يعني إيش؟ يعني أن العددين العقديين نفس العدد الحق نفس الجزء الحقيقي ونفس الجزء التخيلي، عندهم نفس الجزء الحقيقي ونفس الجزء التخيلي، عندهم نفس الجزء الحقيقي ونفس جزء التخيلي. إذا شنو نسنجو؟ إذا نسنجو من جدر جوج كوس بي على 12 غتساوي جدر 3 زائد 1 سير 2 وجدر جوج سينيس بي على 12 اش غتساوي؟ جدر 3 ناقص 1 سير 2 تشافي. دابا غنمسح الصبور باش نكمل ليكم. شوف هذا راح يساوي هذا، ها هو كتبتو لك هنا، هذا راح يساوي كذا، ها هو كتبتو لك هنا، إي ما كتكتبش إي، تافقي. دابا مسح الصبور باش نكمل لكم هنا. دابا غنحاول نجبدو كوس بي على 12، كوس بي سير 12 تيكال جدر 3 بلس 1 سير 2 غاسين دو 2 سينيس بي سير 12 est égal à j'ai 3 moins 1 sur 2 racine de 2.
اللي ما يفهمنيش ان علاش الضرب ولا قسمه كي غادي يدور يدوخ غادي يدوخ يقول لي علاش قسمت لينا الجدول جوج نشرح لكم علاش عندكم الجدول جوج هذه كان عندكم ضرب في ولا قسمه اذا كوس بي حنا 12 اش غيكون يساوي جدول 3 زائد 1 على جوج على جدول جوج هاكو شي غيعرف بحق اذا اش كتساوي هي جدول 3 زائد 1 على جوج واحد على جدول جوج يعني في المقلوب تاعي بحال علاش بحال كي قلنا جدول جوج راه على واحد دا في المقلوب تاعها تاقي ولا لا تاقي دابا هذا رانا في المقلوب هاي واحد على جدول جوج تاقي دابا جدول عمرك شي في المقام ولا لا هي نفس الطريقه نفس الفكره اللي درتها لا غديروها هنا بحال كتقول جدول جوج كتقول راه كاين جدول جوج على واحد اذا كنضرب في المقلوب تاقي ولا لا تاقي دابا اش كتقول نوصل لهاد من وصلنا فكر مزيان اش كندير من وصلنا لهنا من وصلنا لهنا فكر مزيان اش كندير فكروا معايا مزيان اش كندير الله يرحم الوالدين فكروا معايا فكروا شويه فكروا هذا في جدول مربع حقا جدول مربع عمر ما كيكون في المقام اذا كوس بي على 12 اش غتساوي هادي نضربها في جدار مربع جوج غتولي جدار مربع جوج او كاري هي جوج جوج هي اربعة جدار مربع ثلاثة زائد واحد جدار مربع جوج تاتشت غتولي سينيس بي سير دوز كتساوي تحت ربعة حقا جدار جوج جدار جوج هي جدار جوج اس اثنان اثنان كحيد جدار كتبقى جوج جوج هي أربعة هذه جدار مربع ثلاثة ناقص واحد جدار مربع اثنان تعرف بغيتو تخليوه بحق خليوه بغيتو تكملوها أنا نكملها لكم بغيتو تكملوها غتولي غتولي بحق كوست بي على 12 كتساوي 12 وبعد جدار جوج جدار ثلاثة هي جدار مربع ستة علاش حقا جدار مربع ثلاثة بجوج هي جدار مربع ثلاثة جدار مربع اثنان هذا تحدى بول هاي جدار مربع ثلاثة جدار مربع جوج هي جدار مربع طويل ثلاثة في جوج هي جدار مربع ستة زائد جدار مربع جوج عندك غاسين دو تخوا فو غاسين دو دو هي جدار طويل ثلاثة في جوج هي جدار ستة على أربعة سينيس بي على 12 جدار ستة ناقص جدار جوج على أربعة ها تعقل ولا لا تافه دابا غنكتبو في الحصه التمارين هادو